هنبدأ دلوقتي نعمل القرون. تمام، هنعمل الخروف كده معايا اهو. دول الاول، بصوا معايا كده، ادي العين. فاكرين الجزء اللي احنا قفلناه من فوق ده؟ هنوقفه كده. شايفين الجزء ده؟ ادي العين، الجزء اللي فوق ده. هنعمل القرون هنا في المربع ده، في المربع ده. تمام، طيب هنعمل ازاي؟ نجيب خيطنا، نطول الخيط شوية حتى لو فاضي، يعني ما فيش مشكلة، بس عشان ما يفصلش معايا وانا بشتغل القرون بالزيت، يعني ان هيبقى الموضوع بيضايق. تمام، هنحتاج ايه بقى هنا؟ خرز 6 اسود وابيض مع خرز 10 الابيض. ابتدي بسم الله. بص كده معايا، انا هحط الخروف قدامي كده وجوزه لتحت عشان تبقى واضحة. هاخد الخرزة دي مع الخرزة دي. تمام، نركز كده مع بعض. تمام، هاخد الخرزة دي مع الخرزة دي. تمام كده يا جماعة، هنعمل ايه؟ نعد خطين. نساوي بس الخيط. احنا هنعمل ايه في الاتنين دول؟ هنبني عليهم غرزة خماسية. هنبني عليهم غرزة خماسية. طيب تعالي نشوف كده، انا معايا اتنين، حط عليهم تلاتة ابيض كبير، تلاتة من الابيض الكبير، واحد اتنين تلاتة. ايه لازمة الغرزة الخماسية؟ هي اللي هتساعد على ان القرن الخروف ينحني، يبقى القرن الخروف فيه انحناء. تمام، طيب ده جنب ايه؟ جنب الخرز 6 اللي احنا هنستعمله مع خرز 10، بس لازم الغرزة الخماسية. طب وليه هنا؟ عشان يبقى اتجاه قرن الخروف الدوران جاي كده. لو انا عايزه اغير اتجاه القرن، يبقى هناخد الاتنين تانيين بحيث ان الخماسي هو اللي بيحدد اتجاه دوران القرن فين. خلاص، انا كده قفلت غرزه خماسيه مع الخرزه دي والخرزه دي. انا الخروف اهو بوزه لتحت، دي لو عندنا هاخد الخرزه هنا. طبعا المربع ده والمربع ده اللي هشتغل عليه، هاخد الخرزه اللي هنا مع الخرزه اللي ناحيتي انا. تمام، اللي في ناحيتي يعني، مش اللي هناك، لا اللي ناحيتي انا. ادي اتنين بنيت على غرزة خماسية. بعد كده خيط اهو، هعد الخيط كده وابني غرزة رباعية. بعد معايا اتنين، احط عليهم اتنين. تمام كده يا جماعة. بعد كده ده كده أول دور بالنسبة للقرن الخروف. طيب أنا أهو الخيط اللي تحت أهو، هعدي من هنا الخرزة دي، بسم الله. وهناخد الخرزة دي معانا. هنا معايا تلاتة، هحط عليهم واحد. وكده خلصنا أول دور في قرن الخروف اللي احنا ابتدينا فيه. اوريكوا حاجة عشان نتأكد من شغلنا. انا عملت هنا غرزة خماسية، خدت الخرزة دي والخرزة دي
عملت عليهم غرزة خماسية، بعدين قلبت عديت الخيط وبنيت غرزة رباعية، بعدين قلبت عديت الخيط وبنيت غرزة رباعية. الحصيلة ان فوق هنا 3 خرزات، شايفين 3 خرزات، لو 4 خرزات او كده يبقى غلط، يبقى في حاجة غلط، لازم تكون النتيجة 3 خرزات. ايه اللي جاي بقى نعمله؟ هنبدأ نشتغل كده. تمام، الخرزة دي هنبني عليها غرزة رباعية ازاي؟ ركزوا معايا، هنحط واحد ابيض واحد ابيض كبير، ابيض مقاس 10 وابيض مقاس 10 وابيض مقاس 6 ونقفل. تمام، بعد كده هنعد الخيط هنا الخرزة دي، هنبني عليها غرزة رباعية ازاي؟ هنحط واحد اسود 6 مقاس 6 وواحد ابيض مقاس 6. انا هنا معايا 2، واحدة مقاس 6 واحد مقاس 10. تمام، حط عليهم، عايزين نقفل غرزة رباعية، هنقفلها ازاي؟ نحط واحدة مقاس 6 اسود واحدة مقاس 6 ابيض ونقفل. بعد كده هنعد الخيط من هنا، طبعا احنا هنقفل الدور بتاعنا، هنقفل، عدينا الخيط من هنا اهي، خرز لورا، وهناخد الخرز دي لان احنا بنقفل الدور، وشدي هنا خيطك كويس معايا، 3 2 3، هنحط عليهم واحدة الخرزة الكبيرة. هنعمل ايه؟ هنرجع كده. تمام، ازاي؟ انا معايا واحدة هنبني عليها 4 2 ابيض كبير واحد ابيض صغير. تمام يا جماعة، ونقفل، مش نايمة كده، ان شاء الله تكون واضحة. تمام، هنعد الخيط الخرزة السوداء الصغيرة كده، انا معايا 2 مقاس 6، طبعا دول خلاص بنبدأ نشتغل عليهم، معايا 2، هنحط عليهم 2 صغيرين، واحدة سوداء واحدة بيضة، ونقفل غرزتنا الرباعية. تمام، بعد كده بنعد الخيط من الخرز دي عشان احنا هنقفل الدور ده، وهنعد الخيط من الخرزة دي، واحد 2 3، هنقفل بخرزة مقاس 10. خلي بالكو ان في الارض احنا رايحين جايين، يعني هنمشي كده بعدين نرجع كده، نمشي كده وبعدين نرجع كده، نمشي كده وبعدين نرجع كده لغاية ما نخلص الارض بتاعنا. هنعمل ايه؟ انا معايا واحدة احط عليها 3 2 ابيض كبير، الخطوات بنكررها، واحد ابيض
صغير. طيب تمام، بعد كده هنعدل خيط الخرز السودا الصغيرة. معايا اتنين، حط عليهم اتنين اسود صغير وابيض. بعد كده بنعدل خيط من الخرزة دي عشان نقفل الدور ده. ناخد هنا وناخد الخرزة التانية دي معانا عشان نقفل الدور. انا معايا تلاتة، واحد اتنين تلاتة، هقفل خرزة بيضة كبيرة. هنعمل ايه؟ هنرجع تاني كده، هنبني على دي غرزة رباعية، اتنين ابيض كبير، واحد ابيض صغير. بدأت تلف معايا. تمام، هنلاقي مخروط كده، نعدل خيط من الخرز السودا دي. معايا اتنين، حط عليهم اتنين، واحد اسود صغير وواحد ابيض صغير. هنقفل الدور ده، نعدل خيط من الخرزة دي. تمام، ومن الخرزة دي هنا واحد اتنين تلاتة، هنحط عليها خرزة بيضة كبيرة. معلش سامحونا على التفصيل، بس هو ما ينفعش ان انا هنا اعدي اي حاجة. انا معاكم خطوة بخطوة لغاية ما نخلص القرنين، نخلص بقية تفاصيل الخرز. تمام، هنكمل هنا الخرزة دي، هنبني عليها غرزة رباعية، هنحط على اربع خرز، اتنين ابيض كبير واحد ابيض صغير. تمام، بعد كده نعدل خيط من الخرزة الصغيرة السوداء اهي. تمام، هنعمل ايه؟ معايا اتنين، حط عليهم اتنين، واحدة سودة صغيرة وواحدة سودة واحدة بيضة صغيرة. معلش، بعد كده هنعدي الخيط من الخرزة دي، نقفل الدور، هناخد دي معانا. واحد اتنين تلاتة، هنقفل بخرزة بيضة كبيرة. هنكمل، هنحط اتنين ابيض كبير هنا وواحد ابيض صغير.
بنعدي معلش هبدل هنا عشان خاطر هيقصر مني، لان انا حاولت ان انا اطول الصور اللي اقصر مني. طيب هنا معايا اتنين، واحدة ابيض صغير واحدة اسود صغير، هنحط واحدة اسود صغير وواحدة ابيض صغير. هنشتغل كام دور في القرن ده؟ هنشتغل 9. نقفل ده بس الاول كده، نعدي الخيط من هنا، نعدي الخيط من هنا، ونحط واحدة بيضة كبيرة. احنا هنشتغل ده كام دور؟ هنشتغل 9، هنشتغله 9. اشتغلنا منه قد ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7، باقي دورين عشان نقفل القرن ده خالص. تمام، هنحاول يعني، هو طبعا الخيط ده كده مش هيكفي، انا هغيره وارجع اكمل معاكم. طيب تمام، انا هرجع اغيره، انا اغيره قدامكم. افرضوا يعني هنفترض ان الخيط خلص منكم وانتوا شغالين في القرن، ايه الحل؟ انا بعمل كده خلص القرن. انا يهمني الخيط الصغير ده، حاولوا ما تدخلوش في عقد من الخيط التقيل هيكسره. الخيط الصغير ده مش هيستحمل عقده في الخيط من الخيط التقيل. وفي نفس الوقت ما ينفعش اعمل القرن بخيط 60 او 50، لازم نمشي معاه بالخيط 70 عشان يبقى متين يعني شادد نفسه. فانا هنا قفلت كده، يعني انا في الغرزه دي كده، واقفل الدور ده واربط. انا كنت يعني هخلص عشان وقتكم، ولكن معلش هي وارد حاجة تمر علينا فلازم نخلصها مع بعض. انا هربط هنا كده كده كمان ربطة، ونشد خيطنا كويس كده. تمام، العودة دي هوديها فين؟ هنا؟ لا هنا؟ لا. ليه؟ لان ده لسه عليهم شغل. طب هنا؟ خلصانة دي الخرزة دي خلصانة، مفيش عليها شغل تاني. تمام، نعمل ايه؟ هنعدي الخيط منها كده اهو، بسحب خفيت العقدة ومتين في الغرزة. تمام كده يا جماعة، انا كنت يعني هعملها مع نفسي كده، بس رجعت قلت لا انا اخلصها معاكم، لان وارد ان احنا نتعرض للموقف ده مع بعض يعني في شغلنا، قلنا نخلصها مع بعض. اجيب خيط 70 عشان نكمل الشغل. يعني مش هنحتاج يعني حاجة كبيرة، ولكن مش مشكلة. من مكان ما وقفنا هنيجي هنا، الخرزة دي هبني عليها غرزة رباعية، احط 2 ابيض كبير واحدة بيضة صغيرة. هنعمل ايه؟ هنعدي الخيط من الخرزة السوداء الصغيرة، نفس الخطوات اللي احنا مشيناها. احنا كده بنقفل الدور التامن. معايا 2 صغير اهو، حط عليهم واحدة سوداء صغيرة، واحدة بيضة صغيرة. بعد كده هعدي الخيط هنا، انا بقفل الدور، هعدي الخيط هنا اهو،
معايا 3، احط عليهم واحده كبيره كده، الدور رقم 8. هنعمل اخر دور معانا في القرن ده، هنا نفس الكلام، هحط 4 خرزات، 2 ابيض كبير وواحد ابيض صغير. بعد كده هنعد الخيط من الخرزة الصغيرة السوداء كده، نسحب معايا 2 صغير، نحط عليهم واحدة سوداء واحد ابيض ونقفل. هنعد الخيط من هنا، هنعد الخيط من هنا عشان بنقفل الدور. معايا 3، حط عليهم واحد. خلصنا كده 9 ادوار. هندي كده 1 عفوا 1 2 كده، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كده، خلصنا القرن بتاعنا. هنربط الخيط كده، ده ودي التانية، ده بس كويس تمام يا جماعه. بدنا نعد الخيطين عشان العقدة دي تدخلها جوه الخيط، نقص زيادة. خلصنا اول قرن في الخط، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تمام. هنعمل مع بعض برضو القرن التاني ده. انا لو لقيت الجزء التالت كبير هقسمه على جزئين عشان يبقى الكلام يعني ايه ما يبقاش طويل عليكم، وفي نفس الوقت توصلوا للجزء اللي انتوا عايزينه بسهوله. فعشان نمشي مع بعض بالتفصيل، انا القرن ده عملناه مع بعض، هنعمل القرن التاني مع بعض تمام. هنعمل ايه؟ هنجيب الخيط بتاعنا، حتى لو خلص مننا اثناء الشغل احنا عرفنا هنقفله ازاي. احذروا ان انتوا تحطوا عقده من خيط 70 في خرز 6 صغيره، الا ممكن يكسر لكم الخرزه ويبوظ لكم الشغل كله. لا، العقده اللي حاطه الخرزه الكبيره، ودايما وانا بحط العقده اللي انا ربطتها اختار خرزه انا مش هشتغل عليها تاني. بصوا معايا كده القرن التاني، الخرزه دي هاخد الخيط كده عندي تمام اهو، الخرزه دي والخرزه دي تمام كده يا جماعه. الخرزتين دول هنبني عليهم غرزة خماسي نفس اللي عملناه مع الخرزتين هنا، هما الخرزتين زيهم في الجنب التاني. هنعمل ايه؟ انا معايا 2 اهو، احط عليهم 3، 1 2 3
تمام كده. طيب بعد كده اعدي الخيط من هنا مع اتنين، احط عليهم اتنين، واحد اتنين. اذا كده احنا بنعمل اول دور في القرن التاني. بعد كده خطوة لتحت عد الخيط هنا اسحبه بسم الله. احنا بنقفل اول دور في القرن التاني كده، هناخد اول خرز هنا عشان نقفل الدور خالص. يبقى كده معايا ثلاثة اهو، حط عليهم خرزة واحدة. اتفقنا ان القرن واحنا بنشتغل عليه هنشتغل رايح جاي. ليه؟ لان هي تلات خرزات، ان هي تلات خرزات مش خرز رابع عشان مثلا نرجع كده او نلف. رايح جاي رايح جاي، وان اساس نجاح القرن من البداية ان هيبقى تلات خرزات من فوق. واتفقنا ان الغرزة الخماسية من ورا زي ما احنا عملناها عشان اتجاه دوران القرن يمشي كده، ما يمشيش في اتجاه معاكس لقدام او لورا، غلط يعني، هيبقى مش هو المنظر المستساغ او المعتاد او الحاجه اللي نعرفها بالنسبه للانحناء قرن الخروف. هنبدا من هنا الدور الثاني في الارض. الخرزه دي هنبني عليها غرزه رباعيه، اتنين ابيض كبير، واحد ابيض صغير. تمام، عد الخيط كده، حط واحدة بيضة سودة صغيرة، واحدة بيضة صغيرة، ونقفل. تمام كده يا جماعة، بعد كده هنعدي الخيط من الخرزة اللي ورا دي عشان نقفل الدور ده اهي اهي. عدينا الخيط من الخرزة دي وهنعدي من الخرزة دي كده. احنا معانا تلاتة، هنحط عليهم واحدة 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 خرزة كبيرة كده. تمام، هنكمل نرجع تاني الدور التالت، هنحط اتنين ابيض كبير وواحدة ابيض صغير. هنعد الخيط من الخرزة الصغيرة مع اتنين اهو، حط واحدة صغيرة سودة واحدة صغيرة بيضة ونقفل.
وصلنا لنهاية الدور التالت. هنعدل خيط من الخرزة دي كبيرة اهي كده، وهناخد معانا الخرزة الكبيرة. معايا تلاتة، هحط عليهم واحدة كبيرة. نكمل الخرزة دي، نبني عليها، نحط عليها أربعة، اتنين أبيض كبير، واحدة صغيرة. تمام، نعدل خيط من خرزة صغيرة كده، هنحط واحدة سودة صغيرة، واحدة بيضة صغيرة. ونقفل. هنا وصلنا لنهاية الدور. هعدي من الخرزة دي والخرزة دي، تمام. معايا تلاتة، حط عليهم واحدة. هنقفل، نكمل من أبيض كبير، واحد أبيض صغير. تمام، هنعد الخيط من الخرزة الصغيرة السوداء كده. انا معي اتنين، هحط عليهم اتنين، واحد اسود صغير، واحد ابيض صغير. وصلنا لنهاية الدور. هنعدي الخيط من الخرزة دي والخيط من الخرزة دي. معايا تلاتة، حط عليهم واحدة كبيرة. ونقفل. هنكمل. معايا واحدة هنا، حط عليها اتنين كبير. واحد أبيض صغير. أنا هبدل هنا عشان بس الخيط يمشي معايا شوية، مش هيأثر في حاجة. تمام، هعدي الخيط من الخرزة السوداء صغيرة. تمام كده، أنا معايا اتنين دول، أحط عليهم واحدة سودة صغيرة، واحدة بيضة صغيرة. انا بعتذر عن منظر ايدي دي، بصراحة الخيط هو اللي عامل مشاكل، خصوصا لما تكون البشرة اصلا حساسة يعني بتتأثر فبتتعب من اقل حاجة. تمام، هنقفل الدور. هعدي الخيط من الخرزة دي، نعدي من الخرزة دي عشان نقفل الدور. معايا تلاتة، حط عليهم واحدة كبيرة. تمام، هنكمل اهي،
الخرزة دي حط عليها اثنين كبير أبيض كبير، واحدة أبيض صغير. هبدل الخيط هنا عشان يمشي معايا شوية. هعدي الخيط من الخرزة الصغيرة السوداء. تمام اهي، حط واحدة سوداء صغيرة وواحدة بيضة صغيرة. كده هنوصل لنهاية الدور. عدينا كده وناخد دي معانا. تمام، هنحط عليهم واحدة بيضة كبيرة. تمام كده يا جماعة، هنكمل دي. هنحط عليها اتنين كبير أبيض واحد أبيض صغير. نبدل هل التبديل ده مأثر في متانة القرن؟ لا خالص، انه بيتشد بالغرزة اللي بعدها. انت يبقى سايب لو ان كله شغال يعني شغلناه كله بالطريقة دي. حط واحدة سودة واحدة بيضة صغيرين. تمام، نقفل. هو الخيط كده جاب اخره. تمام كده هنقفل الدور. هدي الخيط كده، هدي الخيط كده، انا معي تلاتة. حط عليهم واحدة كبيرة. خلص الخيط ده. اظن احنا عرفنا يعني لو خلص الخيط هنعمل ايه. فانا يعني هقفل الغرزة دي واغير الخيط وارجع لكم نكمل. كده احنا خلصنا هنا وقفلت انا الخيط، وبرضو حطيت العودة في الخرزة اللي انا مش هستخدمها تاني، يعني لا هنا ولا هنا ولا طبعا في السوداء. احذروا ان العقدة اللي نربطها نحطها في خرز من الصغير هيتكسر، لان الخيط ده خيط سبعة ما ينفعش مع الخرز ده، ده ويدوب بيعدي منه عشان بس يشد الشغل. لكن لما اربط العقدة عشان تخلص مني واجي امررها، احذروا تمررها في اي خرز صغير من ده من خيط سبعين، بنعديهم خرز هنا الكبير. طب الخرز ده لسه هشتغل عليها والخرز ده لسه هشتغل عليها، دي الخرز اللي بالنسبة لي خلصانة يعني. تمام، فانا بوصل الخيط لان هو نهايته تكون هنا، بحيث ان انا اربط وامرر العقده من الخرزه المنتهيه اللي ملهاش استخدامه. هو بكل الاحوال هي باقي دور واحد معايا. احنا عملنا ادي دور اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية، هو دور واحد اللي باقي معايا كده. انا هعمل كده، عدت خيط من الخرزه دي، حط اتنين ابيض كبير، هنقفل الجزء ده مع بعض، واحد ابيض صغير وهنقفل. تمام، تمام كده يا جماعة. هنعدي الخيط من خرز السودا الصغيرة
وهنحط واحدة صودا صغيرة، واحدة بيضة صغيرة، وهنقفل. عشان بحاول الف بالخروف عشان ابين لكم الشغل اكتر، يا رب يكون واضح. بس كده كده وصلنا لنهايه الدور. ادي الخيطه معايا، هعدي كده خرزه كده خرزه وهنربط. احنا كده ده الدور رقم 9، خلاص مش محتاجين معلش انا ما حطيتش الخرزه، انا بقفل على فوق كده. ادي الخرزه اهي، بنقفل اهو ده تانية، شدها كويس. هنيجي نتخرز برضو اللي احنا اتفقنا عليها. ولسه في شغل؟ لا ما فيش شغل، بس تمام يعني خلاص يعني عشان ما نبقاش ننسى. تمام كده زي ما احنا اتفقنا. خلاص اللي فوق دي بكل الاحوال في اي شغل ملهاش استخدام تاني، ف نقص زياده من هنا كده. خلصنا، هبعد الزوم شويه. كده خلصنا قرنين الخروف.